بناء والبقايا موارد بناء راه ما خصهاش تبقى في الوداد وتتخلص من الهوية راه تجيب حتى الواد شنو غادي يدير راه تتغلق تتغلق وتخلق غادي يدير بوردي غادي يدير في الجناب اللي غادي تترك فيهم غيمشي هاي البوردي ديال البنايه التحتيه الوسط الوداد راه ممنوع واحد المسافه بين الناس خصها واحد تفعيل الشرطه المائيه تخرج تشوف هذه المسائل اللي ديرها وتخرج بالمراقبه ديالها ودير معاها تكتب عليك هذا شي واحد ما يسمعش سي لوجيك قانون فرق قانون ولكن تخليو ويديان مروقة أو ويديان مراقبة أو أن بعض الأشخاص تكون الأعراض ديالهم جيب الوالد تبقى يجي المستير الثاني يقول لك حتى شي حاجة بحالة تبقى يجي في المترو شوية بشوية وتكون باكر غادي غدا تقول لك هي عجبتني هذا الشيء راه باين راه شي واحد ما بقاش يتكلم ربما تكون الصراحة علاش نهضر في يطر لأن ماشي غدا نرصو بينا وتقع كارثة ونقول لا راه ما كانش إذا لابد من رأس الحيطة الحاضر وكذلك بالنسبة لنا حنا راه ما تنقصش شي حاجة في الميدان ولا أكثر من الميدان وعمرها دير شي مشاريع اللي هي في الميدان لأنه تنعرف الفقرة من الميدان شنو هما وخصيتو حنا في منطقة يعني عندها واحد التركيبة الجغرافية صعبة ماشي سهلة راه كاين من بارتي ومن رئيس ولد اللي هو صعب يعني جاي بمناطق جبلية راه لا قدر الله وقع شي هذا الله يجزيك بخير انا اللي قلت لكم احنا مستعدين ندخلوا الشراكات معكم مع سي العارف الكريمي الكريمي مع الجماعة الترابية وكإدارة ديال العمالة يعني الوزارة الداخلية احنا مستعدين نديروا شراكة ونقدروا نخرجوا مشروع من المشاريع اللي